أعزائي مشاهدي قناة الحقيقة الدولية، نحن الآن في جبل الحسين في العاصمة عمان، حيث كما تلاحظون هناك اكتظاظ مروري في هذا الشارع، وهناك أيضا محال تجارية مقفلة أغلبها محلات الألبسة، لكن كما تلاحظون هناك اكتظاظ في محلات بيع الحلويات ومحلات العصائر والمطاعم. سنقوم الآن بجولة في عدد من مناطق هذا الشارع. طبعا هذا هو دوار فراس في جبل الحسين، هناك أزمة مرورية خانقة على الإشارة الضوئية الرئيسية، هناك طبعا المطاعم تشهد اكتظاظ، وأيضا هناك محلات بيع العصائر ومحلات بيع المواد الغذائية بشكل عام، لكن كما تلاحظون محلات الألبسة هي تقريبا شبه مقفلة في عدد من مناطق هذا الشارع. طبعا أغلب المواطنون هنا هم عبارة عن عائلات قدمت لتغيير الجو أو للتجول أو لشراء بعض مستلزمات العيد. قبل قليل التقينا بعدد من التجار، أكدوا لنا أنه الوضع التجاري بدأ ينشط في أوقات المساء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في أوقات الظهر. كما يعلم الجميع أنه هناك مرتفع جوي يسيطر على المنطقة، أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وتسبب في إعاقة حركة المواطنين في أوقات النهار. رجال المرور ينظمون حركة المرور. أخ خالد، شو بتحب تحكي للشعب الأردني بمناسبة العيد؟ بنقول كل عام وانتم بخير، إن شاء الله بعيد عليهم السنة الجاية بخير وسلامة، والله يهنيهم ويفرج عليهم إن شاء الله. أنت ساكن هون ولا جاي؟ لا والله جاي زيارة هون. بنقول لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين كل عام وأنت بخير، وكل عام والوطن بخير، كل عام والشعب الأردني بخير، كل عام والشعب العربي كله بخير. إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والسلامة أجمعين. وهذا عيد للجميع يعني، وبنقول لهم كل عام وأنتم بخير. كيف الوضع التجاري اليوم؟ والله الوضع التجاري مش مقبول أول يوم، بس ثاني يوم وثالث يوم بكون مقبول أكثر، لأنه الناس تعبانة من الشوبينج اللي قبل بيوم ليلة الوقفة، وبعدين بصير أحسن الحركة إن شاء الله. دعاء. دعاء؟ شو بتحبي تحكي بمناسبة العيد؟ كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، قديش جمعتي مصاري بالعيد؟ 26. لا 26 دينار ما شاء الله. كل يوم كل عام وأنت بخير. والشعب الأردني شعب كويس ومحترم. تحدثنا عن الوضع التجاري كيف كان خلال العيد وخلال شهر رمضان المبارك؟ والله والحمد لله على كل شيء يعني، بس ولكن يعني مش المتوقعات يعني اللي احنا كنا نتوقعها يعني، بس يعني الوضع بشكل عام يعني زي ما بيقولوها في احسن مما فيش. أعزائي مشاهدي قناة الحقيقة الدولية، نحن الآن كنا في جبل الحسين واطلعنا على الواقع المروري والتجاري في هذا الشارع.